ليه حضرتك نزلت اليوم على انا اول مره بنزل لانه في شيء جبرني انزل لانه شعبنا عم بيعاني شعبنا موجوع ما حدا عم بحس فيه احترقت اشجار لبنان اولادنا اللي طفوها قدمنا شهداء حررنا لبنان وهن نايمين مع الانداد مين هن كلهم 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 بيسوا سرماية بدهم هول بيسوا سرماية كل سرماية الشهداء بتشرب روسهم بس حاجة لما بتقولي كلهم اي احزاب كلهم 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 لحظة انا احترام من فيهم حركة امل وحزب الله كل العالم كله نحن اليوم مش طايفين اسمعي نحن نازلين كرمال لبنان اليوم مش طايفين نحن نازلين كرمال لبنان انا عم بسمع انا مواطنة لبنانية لحظة 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 راح النظام بيجي بدله وقتله لايكي 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 انا مواطنة لبنانية ما بلتجئ لاحزاب بس انا بناشد السيد حسن نصر الله واللواء عباس ابراهيم اللي هن بيعرفوا بالحق وبالعداله يزروا حق لبنانيه فقط لا غير انا مواطني مثلي مثل شعبي عم بزعل على شعبي عم بزعل على شبابنا شبابنا عم تلتجئ على الاراجيل من قله الشغل عم يتعاطوا مخدرات من